نحن هنا في السوق الشعبي لوايتشابل شرقي لندن حيث تستقر منذ عقود اغلبيه من البنغاليين المسلمين هنا ارتداء النقاب او البرقع او الحجاب هو القاعده الاستثناء هو المراه غير المحجبه ولا احد على الاقل ممن صادفناهم معني بهذا الجدل الذي اطلقته صحيفه الصان على حين غره حول احتمال منع النقاب في المدارس والادارات اقتداء بما فعلته فرنسا وبلجيكا الخلفيه التي فجرت الموقف هي سماح قاض لمنقبه بالاحتفاظ بنقابها شرط خلعه حين الادلاء باقوالها خلال محاكمتها إن النقاب أصبح جزء من هذا المجتمع لا أقول المجتمع المسلم بل المجتمع البريطاني مرة أخرى المنتقبات في هذا الحي الذي نحن نتكلم فيه الآن وأنتم تسجلوا فيه المنتقبات في هذا الحي منذ أكثر من ثلاثين سنة جزء لا أقول أنه دين فقط بل دين مع عادات وتقاليد ايضا هؤلاء الذين جاءوا من من جنوب اسيا من الهند من بنغلاديش من باكستان بعضهم يلبس النقاب دينا وبعضهم يلبس عادات وتقاليد رغم هذا التوصيف النمطي لواقع الحريات في بريطانيا الا ان البلد ومنذ اسابيع قليلا جر الى جدل سياسي بشان النقاب فعلى الاقل يعرف الراي العام ان الائتلاف الحكومي منقسم حول طرح النقاب للنقاش العام بين محافظين وعلى راسهم ديفيد كاميرون يتحاشون الخوض في الموضوع مفتخرين بالارث التحرري لبلادهم وبين ليبراليين ديمقراطيين يسعون لمنع الفتيات المسلمات الصغيرات من ارتداء النقاب في المدارس والاماكن العامه ارتداء النقاب خيارهن وليس خيار أحد. أعتقد أن لهن الحق في ارتدائه مهما يكن. إن كانت تغطية الوجه تروحهن، فلما منعهن من ذلك؟ أعتقد أنه لا يجب منع النقاب في لندن. أعتقد أنه في حالات معينة فإن عليهن تفهم ضرورة خلع نقابهن، لكن منع النقاب بالكامل ليس من الحكمة وليس صحيحاً. ولا يخفى على احد استعمال مساله النقاب في الحملات الانتخابيه المبكره ولجس نبض الراي العام المتشنج منذ فتره من كل ما يرمز الى التطرف الديني لدى المسلمين خاصه بعد حادث مقتل الجندي البريطاني على يد احد المتطرفين. ليس كل البريطانيين يفهمون ان ارتداء النقاب ممارسه بسيطه لحد ادنى من الحريات. فالتقاليد الراسخه للتعايش بين مختلف الطوائف لم تمنع مع مرور السنين من ظهور راي عام معاد للنقاب ويذكر بان بريطانيا ليست سوقا بل مجتمعا حيا يكره ويحب كما الالواني الحره لندن